investments and looking for that holistic ecosystem which exists here. انطلق منتدى بوابة الخليج 2024 في مملكة البحرين، وذلك بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية. وتناول المنتدى مواضيع تشمل التحديات والاتجاهات الاقتصادية العالمية تحت شعار الاستثمار في منطقة مزدهرة، بمشاركة 250 مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى ورجال أعمال من كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين من الأسواق الرئيسية في أمريكا وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. نشوف أهمية لعقد مؤتمرات بهاي الشكل اللي مو بس تخص مملكة البحرين، واللي مثل ما سمعنا خلال يومين اللي مضوا هو تبين ان احنا جزء لا يتجزأ من منطقة الخليج، وان اقتصاد مملكة البحرين اقتصاد مكمل وجزء من اقتصاد منطقة الخليج ككل. طبعا المنطقة كلها والاقتصادات كلها تتشارك من ناحية توجهاتها والاستراتيجيات اللي تم وضعها، الفوكس اللي قاعد يصير على ديجيتايزيشن، الفوكس اللي قاعد يصير على الهيومن كابيتال، القطاعات اللي قاعدين نتوسع فيها سواء قطاعات الخدمات اللوجستية، الخدمات المالية، الصناعة، السياحة وغيرها من ذي القطاعات. ولكن تشوفين كل دولة من الدول لها خصوصية بعد اللي تخليها تختلف شوي عن الدول الثانية، والأهمية وجود هذه إنه دائما يكون في دايالوج بيننا وبين المنطقة، طبعا إخواننا في المنطقة بعد الشركاء المستثمرين من الأجانب اللي حابين يستثمرون في المنطقة. وإحنا طبعا كمملكة البحرين واقتصادنا إحنا متعودين إنه دائما نسمع حق القطاع الخاص شنو يبي يسوي، فلسنينج للقطاع الخاص يساعدنا عشان نعرف إن إحنا شو نقدر نطور من الفاليو بروبوزيشن أو الأوفرينج اللي نعطيه في مملكة البحرين حتى نتمكن من استقطاب بعد استثمارات كبيرة. سعيدين بعد بوجود الاستثمارات اللي تم بيانها، وهي جزء كبير طبعا من المؤتمر اللي صار، شنو هي الاستثمارات اللي موجودة حاليا، وتأكدنا أن تكون استثمارات لمنطقة الخليج ككل. واستضاف المنتدى سلسلة من الجلسات والاجتماعات المتخصصة واللقاءات الفردية التي تسلط الضوء على موضوعات تتعلق بالاستثمار في الاقتصاد المستدام وآثار الذكاء الاصطناعي على التحولات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية وتهيئة وإعداد القوى العاملة للمتطلبات والتوقعات المستقبلية. شفنا يمكن تحديات كثيرة حول العالم سواء كانت جيوسياسية أو غيرها أو اقتصادية أيضا. هذه المنطقة أثبتت بأنها منطقة مرنة، أتتنا تحديات مثل الجائحة ويمكن تحدانا العالم في هذه الفترة، وأثبتنا للعالم متانة هذه المنطقة، وأرقامنا الاقتصادية تعكس ذلك أفضل من أرقام 2019 اللي هي ما قبل الجائحة ولله الحمد. فالأمور كلها تبشر بالخير. الأفكار اللي طرحت اليوم ومرونة القيادة واستعدادها لامتصاص الابتكار وخلق بيئة تجريبية خصبة مؤشر أيضا إيجابي، فنحن متأملين خير إن شاء الله، وتشرفنا بهذه المشاركة في هذا المنتدى، ونأمل أن نشارك بشكل مستمر وندعمه إن شاء الله ليستمر في نجاحه إن شاء الله. لقد وقعنا اليوم اتفاقية شراكة. نحن نقوم باستكشاف فرص تدريب موظفينا لتحسين خدمة العملاء ولنكون أكثر مرونة مع متطلبات التطور الجاري في الأعمال المصرفية، بالإضافة إلى تحسين إنتاجيتنا ونظام العمل. وبرزت دول مجلس التعاون الخليجي كأحدى أكثر قصص النجاح الاقتصادي حيوية في العالم، ومن المتوقع أن تشهد اقتصاديات الخليج نمواً بنسبة 3.5% في عام 2024، ويبلغ إجمالي حجم أسواقها حوالي 2.1 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 وفقاً لصندوق النقد الدولي. تعتبر مملكة البحرين من بين أكثر الاقتصاديات تنوعاً في منطقة الخليج، حيث يساهم القطاع غير النفطي بنسبة 84% في الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، ومع استمرار المملكة في منح الأولوية للاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات التنافسية العالية، فإن المملكة تركز أيضاً على تطوير رأس المال البشري وتعزيز أجندة التحول الرقمي. رشا الإبراهيم، سكاي نيوز عربية، المنامة.